السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم في الفيديو من عند المحل ديال الصديق ديالنا عبد الرحيم. هنايا في ولاد مراح البلايصه ديال الهريه، راه اللي بغى عبد الرحيم راه يلقاه هنايا. محمد الزيتوني متوكل، محمد المتوكل يا اخوان. عنده هنا كلشي، حبوب ها انتم، الشعير عنده، القمح، شوف شنو كاين. تشيتك البيض، رزقنا اي ديالو، ايه راه شوف، راه خلينا. بشحال كتبيع الشعير؟ الشعير كتبيع بالكيلو؟ اه تمام. قنطار 5200 قنطار، يعني 52 ريال. 5200 قنطار. اه القمح جديد، عطينا داك الشيء جديد. القمح 6000 ريال قنطار. 6000 ريال بالنسبة للشعير القديم والجديد؟ لا، ولا كدير؟ مابقاش درك الفرق، مابقى لا فرق لا بين الجديد ولا بحال بحال. نفس الثمن. نفس الثمن، وشنو كدير ثاني؟ القمح فارينة. فارينة، فارينة كنبيعوا للطواحن ماشي هنا. فارينة هي دايرة 50 ريال. 5000 قنطار. وشنو عندك اخر؟ صافي، كاين قمح شعير فارين. بالنسبة ل كاينة الجلبانة. اي الجلبانة. كاين الفول. قول لنا كل حاجة. الجلبانة دايرة 90 ريال. الجلبانة دايرة 90 ريال. الفول 9000 قنطار. الفول كاين ديال الماكلة وديال العلف. لا أكثر عندنا هنا ديال العلف. تمام. ديال 12000. 12000 قنطار. 12000 100 كيلو إخوان، يعني 120 ريال. العدس داير 160، 16000 قنطار. 16000 قنطار. عنده حمص تاهو؟ 8 لا 47. حمص ما كاين؟ لا الحمص ما كاينش. الحمص ما كيديرش. بالنسبة للنخالة وداك الشيء، السمندر لا؟ بالنسبة للسمندر داير 6600 قنطار. 6600 باقي لها 50 كيلو. 50 كيلو. 50 كيلو داير 6000. 50 كيلو داير 3800. 3800 هي. الضرة. الضرة دايرة 7200. الضرة 7200 قنطار. انتم اخوان، هنا كاين الشعير، هنا كاين كلشي. هادشي اللي قلتيه كاين هنا، الجبانه ولا كاين برا؟ كلشي جبانه، كلشي داخل هنايا، كلشي داخل هنايا. كاين القمح، كاين الذرة اخوان، كاين كلشي. اللهم يسر. نمشي لفوق غير نطلع انتم اخوان. لا طحت الشعير يا اخوان، تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك خير تبارك الله. اخوان غنخليو النمره تاع عبد الرحيم، الناس هنايا تاع ولاد مراح، يبغى شي حاجه يجي عندك. تبارك الله. خيرات موجودة، الثمن كاين كما كتعرفوا. المهم احنا حاولنا اخوان نقربوكم هنايا من الاثمنة مع هذا السيد. غدا ان شاء الله نغيروا الاتجاه ونشوفوا شي واحد اخر ان شاء الله، بس نعرف واش كاين شي فرق في الاثمنة ولا لا، واش كل واحد كيبيع فحال بحال ولا كاين شي فرق. ان شاء الله خليو لنا لي لايك اخوان، دعمونا وتبارك الله عليكم. نهاركم مبروك اخوان، من هنايا من ولاد مراح سيدي الحجاج. تحية لكاع الناس تاع سيدي الحجاج اللي في الخارج كيدعمونا حتى هما. تحية لكاع المغاربة، الناس تاع الجالية المقيمة في الخارج. تحية للمغاربة كاملين من طنجة للقويرة. كلشي خلينا لايك، بارطاجيو الفيديو إلا عجبكم. مشيو عند الصديق ديالنا عبد الرحيم، يخلي لكم الرقم إخوان. بغا شي حاجة من هنا سيدي الحجاج يتواصل معاه. عبد الرحيم نقول له من النمرة لحظتك. آه محمد ماشي عبد الرحيم إخوان، محمد المتوكل. كاين هنايا في الرحبة ديال هاد ماشي رحبة، في الهرية ديال النعل، ياه، والزرع وكلشي. خلينا من النمرة 06 13 35 73 17 فيها واتساب، فيها كلشي، فيها واتساب، فيها كلشي. راه قال لكم شنو عنده. اللهم يسر اخويا عبد الرحيم، الله يسخر، الله يجيب التيسير. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله. ايوا اللهم يسر اخوان. حنا هنا عاوتاني مازال في المحل، هنايا في الهريه ديال العلف والزرع، وهذا السيد غادي يعطينا اثمنه ان شاء الله. بالنسبه اللي قلت لي العلف كي داير؟ العلف غالي. العلف غالي. عندك شي كتيبه؟ كتيبه كاينه.
كاين الحاويه كاين المحل ماشي انت اللي كتبيع ماشي انت اللي كتبيع لا انا نشري كتشري دابا بينا هما المحل واحد هذا مو المحل والو واحد واخا شحال قال لك النخاله ها النخاله قال لك 18 40 18 40 92 ديال الدرهم اخوان 92 ديال الدرهم اللي قال لك زيد عطينا شنو سو علاش سولتي وعطينا الاسمنه اللي قال لك فارينا قال لك 47 ها فارينا قال لك 47 فارينا 47 الشعير الجلبانه قال لك 92 الجلبانه قال لك 92 الفول الفول قال لك 110 الفول قال لك 110 زيد ايوا قهرنا تقهرنا 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 الله يسخر لك الله يجيب التيسير شد ماشي مشكل بينك معانا ماشي مشكل بينك معانا لا هذاك وحجه شوي بينا حجه شوي بينا حجه شوي بينا في ولاد مراحة الناس اللي كيعرفوه يخليو ليه الديديكاس يسلموا عليه نتمنى تقهرنا بالعال تقهرنا تقهرنا انا ان شاء الله واش الماكله شويه كاين كاين البال كاين البال ولاد حريز بار عندنا حجر عام 100 دريال ياك رخيص ولاد حريز عندنا مبار رخيص مبار رخيص عندنا مبار رخيص حنا ولاد حريز الشاويه حنا الشاويه مول كنشكروك على هاد المعلومات اللي عطيتينا غادي نكملوا مع شي نكملوا مع السيد هو اللي غادي يكمل لينا يعطينا السكاليم ويعطينا السكاليم سكاليم سكاليم واش منظر عطينا شويه كيفاش كاين السكاليم واش منظر راه مول هري انا ما لقيت عرفت هو مول هري لا ما نجيبو هري حنا سكاليم واش منظر شنو داير الثمن ضربه 33 و 50 33 و 50 اها سكاليم راه واش السكاليم واش منظر منظر 3000 و حتى هو بحالو 3350 3350 قول لنا الاعلاف اللي عندك من غير النخاله 18 40 قال لي ياك زيد والزلبانه ما عقلتش شحال قال لي 100 90 90 ريال وشنو اللي داير 110 فول فول اي فول فول تاع 1000 110 ديال الماكله ما عندكش ديال الماكله ما عندكش ما عندكش الفول ارضي صافي شنو كاين هادشي اللي كاين صافي ها شنو مطر النخاله وزيكا الله يسخر كي داير الوقت شويه بحال شويه الوقت كاين اللهم يسر غادي نصور لداخل الله يسخر الله يجيب تيسير المهم مش مشكله اخوان هانتوما الله يسخر ليه ما جاب لي تيسير لا الدرا ما عطاناش الثمن ديال الدرا اخوان مازال غنجيب لكم الثمن تاع الدرا ان شاء الله الدرا والتخليطه ها هي و هي الفويليات هي ان شاء الله نجيبوها تبارك الله ما شاء الله اللهم يسر هاد السيده اخوان قال لك غير سير صور هانيه الله يسخر لي الله يجيب لي التيسير انتم اخوان تبارك الله اللهم يسر له يا سيدي يا ربي تيسر لي الله معاه خيرات تبارك الله اخوان الشعير مازال غنسولو ان شاء الله على الشعير شحال كيبيع والزرع غادي نرجع عنده الاخوان نسولو نجيب لكم الأثمنة تاع الشعير والزرع شحال تبارك الله اخوان القمح عنده تزرع هنا دونك غادي نسولو على كل شيء انا غادي نجيب لكم الأثمنة واش كيبيع بحال بحال الاخر ولا لا واش كاين شي فرق يلا اخوان المهم نتوما ما عليكم الا تبركوا على هذيك الجنب قلعوها اللي ما عجبوش الفيديو دير ديسلايك وتحيه كما فيكم كامل من غير من طنجه من البويره و تحية الناس تاع الجاليه اللي كيبغيو يعرفوا اسمينا غنحاولوا نخليو الرقم تاع السيد نخليو الرقم ديالو ان شاء الله الا شي حاجه من هنا قريب السيد الحجاج وكيشوفنا من الخارج يعيط ليه ويقول ليه يخلي ليه العلف ولا يدوزوا ليه يلا اللهم يسهل ديال الشعير شعير شعير الثمن ديال الشعير كتشريو 47 48 شحال تبيعو 50 والفارينه والقمح 44 بانت لي تضرا الله يحفظك والدرام والفول مديرش كيدير الفول ديالك كدير 90 ريال الفول ديال 90 ريال والدرا والدرام طحونه الدرام 74 والدرا عاديه سبعين 70 تخلي لهم نمره التليفون اللي بغى شي حاجه ساكن هنا قريب سيدي حجاج يجي عندك لا ها تخلي لهم التليفون ديالك من اي واحد بغى شي حاجه صافي اللهم يسر اخوان الله يسخر لك تبارك الله عليكم الله يعاونك